ياه انت ضعيف قوي كده. قدامك اخر لعبة، فكر واختار. ايه سمعت بيلعب كده؟ هو مفيش حد يسمع الكلمة هنا من اول مرة ولا ايه؟ يا ابن اللعيبة انت فنان يلا، انت لازم بعد ما نخلص سنة وتقدم في فنون. مش كمل الجيم ده، وبعدين اللعبة دي انا لعبتها وانا مش قصد العبها. يا سلام.